مظبوط، يعني يمكن في المباريات الافريقيه 18 و8 اهداف عليه نسبه تعتبر جيده، رغم انه مش قلت لك مش مؤشر نهائي لانه مستوى المباريات مختلف، يعني دور ال 32 او ال 64 غير دوري المجموعات غير الدور اللي قبل النهائي اللي هو لعبه مع النجم الساحلي، كسب 2 واتغلب 1، ماتشات صعبه، لكن في ماتشات ثانيه جاي فيها اهداف عاليه قوي، 4 زي ما الاهلي كسب فرقه اسمه دي 9-0 اطلع بره السوداني، فدي مش هتبقى تبين المستوى قوي، لكن الدوري هو جايب 59 وعليه 28، فعلا زي ما انت قلت 28 هدف في 30 مباراه، معدل هدف في كل مباراه، يعني فعلا تحس انه في مشكله شويه في الخط الخلفي. صح. ويمكن احنا لما نيجي نتكلم بالتفصيل فعلا هو اقل خطوط الفرقه. مظبوط. وكمان حصل فيه تغييرات كتيره. صحيح. زي ما حصل مع النادي الاهلي اصابات كتيره في الخط الخلفي. صحيح. هم برضو نفس المشكله هتواجههم بكره. مظبوط. واخرهم صلاح الدين السعيد اللي هو اساسا وسط ارتكاز، ويمكن يعني انا يمكن كنت مع مستر مارتن يقول لعبنا ضده مباراتين وشفته اكتر من مباراه، كان بيلعب في نص الملعب خطير جدا وفي الضربات الثابته ولاعيب هايل، دلوقتي هو بيلعبه في قلب الدفاع. أي. عشان في عجز عنده. أي. شيخ كومارا مصاب. نهيري برضو ساعات كان بيلعب سيرد باك وساعات بيلعب باك مش موجود. محمد رحيم مش متأيد، وسمعنا كمان ان الصعيدي عنده احتمال يكون عنده كورونا. فهتبقى عنده مشكله كبيره في الخط ده، فواضح انه عندهم مشاكل شويه في الخط الخلفي. بس خط الهجوم يعتبر جيد. قوي، لان عندنا طبعًا. حتى طبعًا. ترتيب الهدافين في الوداد عندنا كاسينجو جايب 8 اهداف، ده في المشوار المحلي. يحيى جبران جايب 8 اهداف، اسماعيل حداد 7 اهداف، وبديع اوك جايب 5 اهداف. ما هو ده الخط الامامي، بس يحيى جبران وسط ارتكاز. هاي. بس هو بيشوط ضربات الجزاء فعشان كده اهدافه كتيره. لكن الثلاثي الامامي ده احنا لو حبيت نقول تشكيل الوداد المتوقع ولا نتكلم؟ لا هنتكلم عنه، هنتكلم احنا هنتكلم بصفه عامه على دول شمال افريقيا. انت قلت شمال افريقيا بصفه عامه. ماشي. زي ما قلت لك عندهم تنظيم دفاع جيد عامه هم، لكن يمكن الوداد عنده مشكله شويه في النواحي الدفاعيه. يمكن لو كان جريدو هو اللي مستمر كان هيلعب بتحفظ دفاعي، وده شفناه مع النادي الاهلي لما كان بيلعب مع النجم الساحلي. كان بيلعب 5 كمان ورا. صح. وكان متحفظ حتى في ملعبه. صح. لكن احنا ما نعرفش لسه اسلوب جاموندي اللي هو الـ 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 الارجنتيني بيلعب بشكل هجومي في الماتشات الاخيره حتى في وسط الملعب. يعني جاريدو كان بيلعب باتنين ارتكاز. صح. غالبا يحيى جبران وابراهيم النقاش او حمزه اسير جنب النقاش او جنب جبران، وبعدين 3 وبعدين 1. لكن هو الماتشات الاخيره كلها بيلعب بيحيى جبران بس وسط ارتكاز، وشماله ويمينه ايمن الحسوني ووليد الكارتي، والاثنين دولت اساسا وسط مهاجم. أيوة. مش وسط على الاجناب، يعني أيوة. دول هو بيلعبوا يمين وشمال. هو عموما هنتكلم فيها لما نيجي نقول تشكيل الوداد. ماشي. لكن انا بقول لك انه بصفه عامه واضح طبعا من ال 28 هدف اللي دخلوا فيهم ان عندهم مشكله شويه في الخط الخلفي. صحيح. لكن الخط الامامي هو الخطر فيهم. اللي هو اسماعيل الحداد بصناع الاهداف كمان، يعني احنا عندنا صناع الاهداف كمان، عندنا وليد الكارتي طبعا عامل 4 طبعًا. ايوب الملود ده عامل 3، اسماعيل حداد فعلا زي ما انت قلت 3، وبديع كمان عامل 3. يعني الخط الامامي عندهم بيجيبوا جوان، وحتى وسط الملعب بيجيب جوان، يعني. صح. ايمن الحسوني ووليد الكارتي بيعرفوا يكملوا ورا كسادي كازونجو وبيعرفوا يجيبوا جون. صحيح. ويمكن وليد الكارتي قبل كده جايب هدف في النادي الاهلي في المباراه اللي هم كسبونا فيها. انا اعتقد وليد الكارتي جاب هدفين فينا مش كده؟ هدفين جاب فيهم اخير اللي هو كان لسه ونجم بيلعب. أيوة. ولعبها بالعرض وحطها بدماغه لان هو بيكمل كويس قوي في فبيعرف يجيب جون برضه. فهو فرقه جيده بالذات في الخط الامامي، لكن الخط الخلفي فيه مشاكل شويه.